صباحية الأخبار متواصلة معكم، وهذا الخبر حيث قالت شركة فيسبوك أمس إنها تجري مراجعة داخلية وخارجية شاملة لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم. ما زالت بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات. وذكرت الشركة في بيان أنها تسعى للتحقق من دقة المزاعم التي ترددت عن أن باحثا أعطى شركة كامبريدج أناليتيكا بدءا من العام 2014 بيانات عن بعض مستخدمي فيسبوك تم الحصول عليها بشكل غير مناسب. وقالت فيسبوك إن الشركة ملتزمة بتطبيق سياساتها بقوة لحماية معلومات المستخدمين. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وصحيفة الأوبزرفر البريطانية كشفتا أن شركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في العام 2016. إذن هذه مسألة الخصوصية تعود بقوة في المواقع الاجتماعية ولا سيما فيسبوك التي تجر وراءها ذيولا من القضايا ومن المشاكل المرتبطة بحماية الخصوصية. نعم محمد، وهذا خصوصا بعد فضيحة ما يسمى بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، حيث هنا أقتبس حيث أوضحت صحيفة الاندبندنت البريطانية أيضا أن هيئة الرقابة البريطانية فتحت تحقيقا رسميا في استخدام الأحزاب السياسية لتحليلات البيانات لاستهداف الناخبين. وهنا بالفعل كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تم فتح تحقيق في هذا المعطيات. محمد، ربما كان في الماضي الاقتصار على استعمال هذه البيانات لأغراض تجارية، صحيح. يعني من طرف الشركات والمقاولات، وربما هذا ما كانت تقوله لنا فيسبوك وباقي الحسابات الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المحللين. اليوم يعني هذا تحول كبير، نحن أمام استعمال المعطيات الشخصية للأفراد لأغراض سياسية وتأثير في انتخابات، وهذا خطير جدا، لأن هذا في النهاية هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص سوف يقومون بالتصويت على على على, على, على على المرشحين وبتلك اختيارات، وسوف ليس اختيارا تجاريا بشراء او عدم شراء منتوج ما. اليوم نتحدث عن اختيارات دولة، عن حقوق أساسية في الولايات المتحدة، الحق في الاختراع. وهناك من يرى أن استعمال فيسبوك هو فقط لأغراض ترفيهية أو للتواصل مع الأقارب وغيرها من الأمور، لكن نسمع عن جرائم مثلا استدراج القاصرين والأطفال، استعمال الوثائق والبيانات الشخصية للأفراد وأمور أخرى خطيرة ربما لا يدركها الإنسان أو يتجاهلها. بالفعل أصلا حينما يخلق المستخدم حسابا في المواقع الاجتماعية هو يوقع بشكل عملي على ما يسمى ميثاق الشرف أو ميثاق الخصوصية أو شروط الخصوصية إلى غير ذلك، ومن ضمنها أن كل ما تنشره من صور من بيانات يكون ملك للشركة. وما لا تنشره محمد، أن مجرد وجود صور صحيح ومعلومات على الهاتف يجعل فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أخرى بإمكانها الوصول إليها، بل حتى ما لا يوجد على الهاتف. شكرا لك، تفضل. يعني هنا في 20 ثانية أحكي واقع أنا وقعت لي مع زميل هنا في ممر، تحدثنا عن موضوع يتعلق بقطع غيار سيارة معينة، مباشرة نفتح الفيسبوك ونحن كلانا معنا ونجد إعلانات تتحدث عن نفس الموضوع، ليس اعتبار. هذا جريبة العمل. شكرا جزيلا لك عبد الصمد، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم.